مرحبا بكم الناس الكل. فيديو اليوم حاجه سبيسيال من القلب، هكايا حاجه كلها احاسيس وشعور جميله وما نحكي لكمش. نحب نتقاسم معكم الحاجات هذوما. اول مره جاني كادو في حياتي من عند منوره، عندها قناه صبخ منيره ام يقين. هذيك فريمون اول كادو هكا جاني في حياتي، يعني لهنا تبع يعني الكوجينه نقولوا. ثاني كادو من عند خوله، ربي يبارك لها زاد ويطعمها من ثمر الجنه. وهذا ثالث كادو من عند التنبيه، تتلبيها اللي علمتنا نعمل المقرونه نتاع قصر الرهلي والعصبين نتاع قصر الرهلي. وكملت ربي يبارك لها، حبت تبعت لي الكادو هدايا، حبت تبعت لي شويه حاجات من ريحه البلاد. نقولوا نحنا توا مازال كي جاني الكولي عقمت ورجلت اموري وباش نكتشفوا مع بعضنا، باش نشوفوا شنو فيه مع بعضنا. اول حاجه خساره امل ماهيش لهنا، سينو كان شافت هالشكاره راهي قالت لك انت تانا بيها، انت احسن مرا في العالم. ربي يبارك لك حسين وربي يجازيك كل خير. والله انا ما نعرفش نعبر، ما نعرفش معناها نعرف كان حاجه واحده، ندعي بالخير ان شاء الله ربي يكرم من اكرمني، وربي ان شاء الله يبارك لك في رزقك ويعطيك من حيث لا تحتسبين. هذا شنو نقول لك، ربي يبارك لك ان شاء الله ويفرح قلبك كما فرحتنا الكل. محليه الاحساس وكها انتوكا. هاي هذه شكاره اموله، خلي توجي اموله تحلها شكاره اموله هذيك. هذيا ريت كروشي شخت شخت عليه مش نورمال كروشيره. شو محليه يتحطوا تحت الكيسين هكايا، يتزين بيهم يا في التقديم هكايا، عاش الاشكال مش كيف كيف. هذي شكل وهذي شكل، هذي شكل كيما هذي وهذي كيما هذي. هذي مثلثة شكل اخر، وهذا شكل اخر، وهذي نجمة شكل اخر. ها هي يجيو هكايا يعني هكا. استنى هذوما زيد الأمولة، هذوما زيد القصص زيد باش تشيخ عليهم على الاخر باش نبيت نقرالها عاد. ربي يبارك لك ان شاء الله، ربي يبارك لك يا تطلبيها في كل خطوة وفي كل فرنك هكا حطيته، والا في كل تعب تعبتو على خاطري. ربي يبارك لك ويجازيك الجنة يا ربي، يعطيك حجة ان شاء الله ليك واللي يتمنى الكل. هيا سيدك لقيت الكسكسي، الكسكسي هذا الاكسبريس برشا في تونس يقولوا لي ألفا كيفاش ما تفورش الكسكسي، فما نوع نتاع كسكسي نشريهم من هنا يتفور ما يتفوروش. تحط عليهم المرقه، تصب عليهم المرقه صبين وتقعد تستنى 5 دقائق، هذا مكتوب عليه 8 دقائق. هذا نعرفه راني من قبل مع عمري ما جربته في تونس. اها وباكم سكر من داخل، وتنجم تعمل به المسفوف على السريع على تقعد تفور لا حتى شيء، يا مسفوف بالزبده والسكر والفيكيا والزبيب والتمر اللي تحب انت، يكون على السريع. امل ديما هذايا عندي حكه ديما نعملته لها تموت على المسفوف اللي بالحليب. ننفخه في الماء 8 دقائق، نعبيه نغمه بالماء، ماء نورمال بارد لا دافي لا سخون لا عادي من السباله، نخليه 5 دقائق ولا اكثر يشربك الماء اللي غميتو بيه، ومن بعد نحركه بفرقيته ونصب عليه حليب سخون ونصب لها شويه سكر والعسل ولا شنو تحب. ابش نجربوه مع بعضنا ان شاء الله الكسكسي، ربي يبارك لها ويعطيها ما تتمنى يا ربي. اي طيب تكتشفوا مع بعضنا الجو هذا. بسم الله الله غالب امولة غيبتك ما نجمش نستناها. مش نقعد نستناها انا باش نشوف شفما تقرا. الفلفل الزينة، توابل توابل توابل، ملوخية يا للا يا للا ما شاء الله تبارك الله. الفحال قديش يفرحوني وقديش نحبهم وقديش نموت عليهم. ملوخية وملوخية قديش منظمين وما بنهم، تشتهي تزين بهم. فلفل الزينة راس الحانوت ريحته اللهم بارك، هذايا اللي يقرب على الاخر ريحة متاع بزار جرجيس اللي نحب عليه عندي قديه. ربي يبارك لك ان شاء الله. وفلفل الزينه زيدا نشوف الثاني. يا لله يا لله على المسفوف، هذا مسفوف هذا المسفوف ان شاء الله تو نعملو في رمضان باذن الله السميع العليم. هذا المسفوف نتاعنا والله هاكا مسفوف مسفوف بدا جبيد على الاخر، يعطيك الصحة والله يكرمك يطعمك من ثمر الجنة. اسمعي انا نرمي في كل شيء بحذايا وبعد طول الليمون نمشي نهز الكوبيك. وهذا نشم في ريحة زعتر كليل،
زعتر زعتر ما شاء الله على النظام بتاعك يا ستاني بيها وربي يبارك لك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. الزعتر ما شاء الله ما شاء الله نقي هبط ما فيه شكلك عابر هكا يعطيك الصحة والله ربي يبارك لك. هذه كروية ولا كمون؟ كروية ذي كروية. الكمون أجود من هكا. كروية ذي هذه الطرنجية يعطيك الصحة والخير والهناء. وهذه الطرنجية هخلط على صاحبتك والله والله نحن جماعة البرة قديش نموتوا على حاجة تاع تونس وفيها ريحة تونس. أمانة جتني أقوى من هكا بالقديم. يعني واحد يقولك من عند أهل ومستانس ياخذ وكل، لكن إنها تجيك حاجة من عند حد لا تعرفه لا يعرفك بون، يعني نعرفوا بعضنا جست نقولوا نحنا بالصوت لا تقبلنا لا نعرفوا بعضنا لا حد شيء، لكن عباد تحب بعضها لله في سبيل الله سبحان الله والله ما غير ما تقابلوا لا في الدنيا ولا نعرفوا حتى وجوه بعضنا سبحان الله والله احساس كبير 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 ما نجمش نوصفه لكم. انا مخي يقف التعبير ويعجز. انا جيت كيف الطاء ما شاء الله عليها ما تبارك الله تعبر وتوصل لك مشاعرها وتقول لك يعني، لكن با بالفعل با يعبر بالفعل انا كيف كيف وميمي عمره ما يقول لك هكا تعبير شفوي لبسيسه سيس القمح يا لله يا لله ربي يبارك لك بسيسه قمح اخرى وبسيسه قمح وكنظام وكنظام ما شاء الله وحليهم صغيرونيت هكا مزيانيت والدراع بالزقوقو يا لله تاع رمضان ان شاء الله نعملو في رمضان. وهذا يا البابون جبر يرحم والدين 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 والديك برا ربي يبارك لك دنيا واخر. قد عندي لوج على البابونج هكا وننسى كل مره باش نوصي ما على البابونج لهنا موجود داك الفيزيون مي خفيف ماهوش كيما نحبو انا. والبابونج يرتح الاعصاب على الاخر يتشرب قبل النوم حتى بالصغار. كنت امل صغيره قبل كي عندها الغاز بعد عامين بطبيعه الحشيش الصغار بعد عامين نعمل لها تيزانه كيس فيها مغرفه صغيره وكاس ماء مغلي فيه مغرفه صغيره ونغطيه تخليه ربع ساعه وتعطيه يشربوا. اصلا هو مطعمه بنين تقولي الامل كي الحلوه تقولي بنين مطعمه على الاخر يحبوه نتصور الصغار لا نحط لها عسل لا سكر لا حتى شيء ربي يبارك لها والله. هذه نواصل ظاهر عاد هاي النواصر نتاعنا والله يجازيك الجنه يا ربي. راني ما نحب نتعب حتى حد في جرتي ما نحبش برشا يبعثوا لي يقولوا يا ماني ولف عطينا لادريس تحبوا نبعثوا لك كادويت ولا حاجات. نعرف والله المحبه من القلب الى القلب نعرف تحبوا تودوني كما انا نتمنى اني نودكم ونلقى كيفاش نودكم بالحق سبحان الله. لكن ما نحب حتى حد نتعبوا معايا ما نحب نتعب حتى حد في جرتي لولا انها شد تصحيح وولدها ربي يبارك له معناها هو اللي شد صحيح وكل شيء ربي يبارك لهم الكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. باهي شنو هذا؟ هذا زبيب ان شاء الله نعمل به كسكسي دار العرس. زبيب نسيت شي يقولوا له نحن نقولوا ليه بجمل ولا حاجه هكا يظهر لي الخشين ولا كحل. الله يبارك لك ويطعمكم ثمر الجنه. هذا شنو هذا؟ هذا تحسوا كي البخور كاينو كان مكتوب وتفسخ. الزيت نتاع الوحده تسيب نتاع الهروس تسيب في وسطها. هذايا اللبان المر هذايا ابارامون نعناع مرحي ابارامون متفسخ. طبعا نحلهم ونشوف نمسحها. اهو الهروس او يهبل ما شاء الله الهروس بزيتو اللهم بارك. هذايا تحسها قهوه هذايا تحسها قهوة بن ما نعرفش مانيش نشم ريحة الهروس هي اللي طاغية اللهم بارك. هذه بهارات بيتزا هاي مكتوبة قعدت مكتوبة عليها بهارات بيتزا ربي يبارك لها يا ربي دنيا واخرة. بيخا نغسل يديا من الزيت
يا لله يا لله على هيا شربة الشعير، هيا شربة الشعير اللي نلوج عليها عندي قديش، يا سبحان الله. هاي بربي خركز لكم مع هذي. شوفوا شربة الشعير اللي بالوحدة متاحة، مزلت بك القصب متاحة ولا بالقشرة متاحة كاملة كيما هي، هذه هي شربة الشعير اللي نلوج عليها عندي قديش. ربي يبارك لك يا تطاني بها، ربي يسعدك يفرح قلبك كيما فرحت لي قلبي. وهذايا كسكسي برغل، برغل جويت ان شاء الله نعمل الرسيت اللي عطيته لي نتاع البرغل، ما شاء الله اللهم بارك. لا 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 والله تفرق سبحان الله الحاجة، هذا رند ما شاء الله، خيرات والله خيرات. اي مقرونه في التنقبط هذيا محمصه مزلوقه، عمري ما جربتها محمصه مزلوقه كما مكتوب عليها مزلوقه، نشري محمصه العاديه، اما هذه تظهر ديري اكثر، المزلوقه تبدا مش مستويه كيما نتاع الماكينه. وهذيا مقرونه في تفلق الباك وما تنحركها في ساشيه اخرى. هاي مقرونه الجاريه الفل تهبل ما شاء الله جويده بالقد بالقد، اما الذي بشيخ عليها عندي فل جويدة مش أجود من هكا، أول مرة راها جويدة برشا هكا، فل نمر صفر والله العظيم سبحان الله سبحان الله. يظهر لي أنا باش نقعد نوح في كل كولي ولا نبكي كل كذا هكا باش نقعد نبكي عليه أنا يا وليدي، ما عادش تبعثولي ما تبعثوليش ربي يبارك لكم والله ربي يبارك لكم. واحد واحد للي حتى خمم باش يبعث وما نجمش، ولا اللي كلمني وقلت له سامحني كي قلت كيمنك فعلت وما تعبش روحك وكل، ان شاء الله ربي يبارك لكم الكل والله كينكم وصلوا وصلتوا. برغل غلي صدقوني اول مره نرى برغل هكايا، بس فيه خفيف يدي وهكا در كيفاش كي بقشرته وهلا اغزر كي قشرته كيفاه يشهي من هكا ملي في الباكو نتاعو يشهي، مش اي برغل برغل ولا اي قمح قمح ولا اي شعير شعير بالحق راهو والله. انتي والمنطقه والبلاصه والمناخ واليديات اللي قدته وكل شيء، هذا كسكسي اكيد كسكسي مش مكتوب عليه، اما كسكسي كسكسي ديري اكيد كسكسي ديري هذا ما شاء الله نقولوا فيه والخيرات بزيدت اللهم بارك. كسكسي القمح والله سبحان الله، شوف هاش تحس كاليتي، تحس حاجه دو كاليتي كاليتي، انا ما نكذبش عليكم ما تعديش عليا قبل هكا، كلنا ناخذ الحاجات يمكن ظاهر فينا ناخذ في المستورد هذا كسكسي قمح، هاي كسكسي عوله كسكسي قمح خشين وكسكسي قمح جويد، يا كسكسي شعير الاكثر يا قمح قمح كيف كيف، اما الزوز مكتوب عليهم كسكسي قمح هما واحد جويد واحد خشين. هيا بيا باكو شوكولاته باش تيخ عليها مال يا لالا بيا لمولة ربي يبارك لك يا نبيل هاي فضلك. وهذا سميد المتوسط نتاع تونس، الله يطعمك الله يطعمك السميد المتوسط نتاع تونس والله ربي يبارك لك، جامي يجيبوا لي هنا الحق عندي قديش بالحق قديش قديش عليه سميد تونس المتوسطة عندي قديش عليه حسير، شو نقول لك شو تكلم شو نقول كل شيء يحكي وعده ايش باش نقول ايش باش نقول ربي يبارك لك والله العظيم ربي يبارك لك ويطعمك ويفرح قلبك، نعرف باش نكسر لكم روسكم بالدعوات والعبارات الفرحه الجميله اما والله نحب نتقاسم معكم ديما تبدا تجيني حاجه هكايا سبحان الله كيما دخلت كيما التنبيه دخلت عليا الفرحه هكايا، اكيد راه فيكم اللي يتفرج هكا وتقول علي اللي هو جيت والله سبحان الله والله.
آه يا مال، هاي يجي شوف كدويت كمان. بقى شكرتوني مش ميكلة. هذا الكذا بتاعي. لا مش بتاعك، تحب تاخذها؟ ما ريتهم قصص مغامرات في المحمية. شو هي هذيك؟ اسمها كروستينا. كروستينا كاكي تاع تونس. هذه أبانكا كي في تونس. تفضل تفضل تشوف. عنده. اسمع يا سيدك على الكاكي تاع تونس يا لالا. بريك هذاك غوتي، مش كان اسمه بريك هذا؟ ما نعرفوش، كل واحدة كل كيك تعرفوش. اما قشو قشو وش وش وقرمش هكا قشو كان يقولوا له وش وش وقرمش. سكوا ما نعرفش. كاكي زيد كاكي نجمة مال جو بابريكا. دوخ شفت سيسيت. تو مانجي ماتنان ماتنان. طاو شكلهم كل؟ نو ريغول ريغول. ان لوتر غوشو. ان سا ان لوتر غوشو. غوشو غوشويت. ايت سيسيت سيسيت. هاي شقلت انا بيها؟ هاي شقلت انا بيها. برشا برشا برشا. برشا برشا برشا. وهذه يظل حلقتنا كانت اليوم، إن شاء الله تعجبوها، نقصد إن شاء الله تعجبكم في حلقة في حلقة أخرى وفي فيديو آخر. وبسليمة بسليمة مدام ابن كاكي في تونس. صار انتي هذا علاش تجري تحب تشوف ابن كاكي في تونس؟ شد ابن كاكي في تونس. بنكا كيف تونس. عجبك بنتي ادمان تبدا تاكل فيه تك 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 تك. علاش تدي اوكس؟ عجبوك القصص؟ ها طلع هذا شنو؟ جون دو فريد دو املا. هذاك هو بالعربية عازف الناي الصحي. اش قابلك؟ اه هو بالعربية. مشروع مدرستنا. شنو المشروع؟ زدنا نقراو باش نعرفو. شو جبت لك؟ و